وانا بقلب في IMDb عشان اعرف الكاست اللي هيعمل الفيلم، وانا بقلب بالصدفه لقيت واحده اسمها اكوافينا. اقسم بالله وانا بقرا الاسم عطشت. Well, that's disappointing. ازيكم يا جماعه، النهارده في ستيفلر رياكشن التريلر اللي هنعمله رياكشن هو انجري بيردز الجزء الثاني. الحاجه الوحيده اللي خلتني اعمل التريلر ده حاجه واحده بس، ان الجزء الاول انا كنت داخله كده بصراحه وما كنتش متوقع خالص انه ممكن يعجبني الجزء الاول، خاصه ان انا مش من نوعيه الناس اللي بيخش الافلام الانيميشن سينما غير نادرا جدا لما يكون في فيلم بقى واو، يعني مثلا زي توي ستوري. فنادرا جدا لما بخش اي فيلم الانيميشن. الفيلم الجزء الاولاني لما دخلته انجري بيردز دخلته كده بصراحه ما كانش عندي توقع خالص ممكن يعجبني ولا ممكن ما يعجبنيش، بس انا فعلا بجد عجبني جدا وفعلا ضحكني جدا. كان معايا اطفال في السينما كنت تقريبا شبههم يعني، وانا عمال بضحك وعمال اكركر في السينما يعني، فكان منظري عير انا اللي عمال بضحك وهم قاعدين بياكلوا. خصوصا اللي كان عجبني جدا في الجزء الاولاني كان داني ماكبرايد. داني ماكبرايد بالنسبه لي كان احلى واحد في الانيميشن في الجزء الاول، كان عامل دور بومب ده بصراحه قتلني من الضحك. تقريبا هو موجود برضو في الجزء الثاني هنا، لان انا شفت الكاست ليست على الاي ام دي بي كالعاده. طبعا ما شفتش التريلر ورا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره. يلا بينا. Hey, it's me, Red. You know, the guy everybody hated. Eyebrows. Those pigs are gonna pay for our lunches. What? And me? Well, I still have some anger issues. But I'm finding healthier ways to deal with it. Hello! Oh. Ah! Silver, I just don't think you're gonna be compatible with the team. Oh, wow. It is such a pleasure to meet not you, but you! I like her. This? Bring your head, Snuggle. This is the amazing team I've been working around the clock for. You stupid bird. Well, that's disappointing. Hello, fellow. Yeah, I'm just gonna. Oh. اوكي يا جماعه، طبعا كما توقعت التريلر برضو شكله حلو جدا. داني ماكبرايد كالعاده قتلني ضحك. في مشهد فكرني بيا وانا بتحرك على السرير كده وانا عايز اجيب الريموت. تقريبا انا هذا الكائن. تقريبا الكاست هو بتاع الجزء الاولاني. تقريبا مفيش، انا مش شايف اي، ما شفتش اي كاست او حد جديد يعني، غير طبعا اكوافينا. الكاست هو زي ما قلنا، بيتر دانكليج وبيل هادر وداني ماكبرايد. مخرج الفيلم ثروب فان اورمن، ده اول مره يخرج افلام عامه، ده اول فيلم ليه. بس هو كان طبعا كان كاتب مشهور، في كان بيكتب افلام كرتونيه في كارتون نتورك. ده كان كل اللي كان بيعمله الاول، ده يعتبر اول اخراج ليه. موعد عرض الفيلم في اغسطس 2019، بس ما كتبوش امتى بالظبط في اغسطس. نسبه ترقبه للفيلم 8.5 من 10. حاجه اخيره كنت عايز اقولها قبل ما اختم الحلقه، باذن الله ان شاء الله الفتره اللي جايه هيبقى في فيديوهات كتيرة جدا على رمضان، كمسلسلات طبعا وتريلرز. زي ما انا كنت وضحت في فيديو من الفيديوهات اللي فاتت، ان انا ما شفتش ولا حلقة ولا تريلر من اي مسلسلات رمضان السنة دي، غير مسلسل واحد غير كلبش، وكانش كمان كان اوفيشال تريلر، كان تيزر صغير اللي هو كان كام ثانية كده وخلاص. انما هيبقى في حلقات ان شاء الله كتيرة جدا في رمضان، تريلرز بقى وهنحلل المسلسلات. يعني انا عن نفسي انا ممكن الواحد يتفرج لي مثلا بتاع 15 مسلسل ولا حاجه واقعد بقى احلل فيهم. هيبقى عندنا 3 4 حلقات كمسلسلات رمضان، يعني هيبقى 10 و10 و10 يعني. اول يوم في رمضان هيبقى كلام كده دردشه، وبعد كده هيبقى في بعد اول 10 حلقات هيبقى في حلقه، وبعد ثاني 10 حلقات هيبقى في حلقه، وبعد اخر 10 حلقات هيبقى في حلقه كمان. ده غير بقى طبعا التريلرز اللي هنتفرج عليها وهنفصفصها في رمضان وكده. بس ده كل اللي كنت عايز اقوله. بس يبقى همتكم بس انتوا معانا، واعملوا لي سبسكرايب في القناه وعشان يوصلكم كل جديد وكده.
لايكات بقى وحركات. بس ما عنديش حاجه تانية اقولها للفيلم ده. ان شاء الله هشوفكم في حلقه تانية قريب، ولو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب ولايك وشير جدعانه يعني، وما تنسوش تعملوا لي فولو على تويتر وفيسبوك وانستغرام، واشوفكم الحلقه اللي جايه ان شاء الله. باي باي. Really? We practice this 100 times. Mm-hmm.